يريد أن أو ينوي أن يحج حجة الإسلام، حجة الفريضة، يقول هو مريض بالسكر والضغط وضعف النظر إلى آخره، يقول هل له أن يوكل شخصا ليحج عنه؟ الله تعالى فرض الحج على المستطيع، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كان أخونا يستطيع الحج فإنه لا يجوز له أن يقيم غيره مقامه، وما دام أن الله يسر له وأخرج اسمه في حج هذا العام فليحمد الله على ذلك وليبادر إلى إبراء ذمته بحج الفريضة. وأما إن كان عاجزا عن الحج ففي هذه الحال كان عاجزا ببدنه وقادرا عليه بماله فإنه يقيم من يحج عنه، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني ما يستطيع يبقى على الراحلة، يسقط كل ما ركب سقط، كل ما أركبوه وقع، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان قادرا بنائبه سواء بمال أو بتبرع، عاجزا بنفسه، فإنه يقيم من يحج عنه. وأخونا أخبر بحاله، نعم، ضعف البصر سكر وما أشبه ذلك، هذه أمراض شائعة. نعم صحيح. وكم من أعمى قد حج، وكم من مريض بالسكر قد حج، وكم من مريض بالضغط قد حج، لكن قد تبلغ هذه الأمراض إلى درجات لا يتمكن معها من الحج، فهذه لها أحوالها التي لها أحكامها التي تناسبها. وفي الجملة فاتقوا الله ما استطعتم، والله إنما فرض الحج على المستطيع، فلينظر في نفسه، وهو أخبر بقدرته، ولكن ينبغي أن يترك التهيب، لأن بعض الناس يتهيب الشيء، فليس ثمة عجز، لكن هناك عجز نفسي وليس عجز حقيقي، وهو خوف مثلا ما يمكن أن يتبادل إلى ذهنه. الحج الحمد لله ميسر، وأصحاب الأعذار لهم من الرخص ما يتسع به عليهم الأمر من ترك الرمي ونحو ذلك من الأعمال، وجواز الانصراف مبكرا من من بعض مواضع الحج. المراد أن ثمة تيسيرات وتخفيفات، نعم، تتعلق بأهل الأعذار. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، آمين، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى. آمين.